بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أحب أرحب فيكم. اليوم راح أتكلم عن أحد الأمراض الشائعة جدا اللي تصيب الجهاز الهضمي، وهي سرطان القولون. طبعا سرطان القولون من الأمراض الشائعة جدا بالعالم، ويمكن بالفترة الأخيرة بالكويت للعشر سنوات الأخيرة كان في زيادة في هذا الموضوع. لذلك حرصت حكومة دولة الكويت ووزارة الصحة لإنشاء البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون، وهو عبارة عن عمل منظار قولون للمرضى اللي فوق العمر 45 سنة لوجود مخاطر على هذه الفئة العمرية، ويكون الكشف المبكر عن طريق منظار القولون اللي يكون مدته بحدود 10 دقائق لنشوف إذا في لحميات، لأن اللحميات هي تكون السبب اللي ممكن مع الوقت تتغير إلى خلايا سرطانية. لذلك ننصحكم للذهاب إلى المستوصف لأخذ الريفيرال إلى أي مستشفى متخصص لعمل منظار قولون. شكراً.